بهذا السلاح تغير الفصائل الفلسطينية مسار الحرب وتشعل الخوف في قلوب الإسرائيليين. تكنولوجيا بسيطة ورخيصة تحمل قوة تدميرية كبيرة. لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تظهر طائرات بدون طيار على ساحة المعركة. نتائجها تجاوزت كل التوقعات. من ابتكرها يقولون إن الموساد اغتاله. صحف إسرائيل لا تخفي قلق أجهزة الأمن الإسرائيلية من استخدام الفصائل للمسيرات. فلنروي لكم القصة. كيف أصبحت هذه التكنولوجيا سلاح الضعفاء في وجه الأقوياء؟ وما المسيرات التي تمتلكها الفصائل الفلسطينية؟ وكيف أحدثت فارقاً في هجماتها ضد إسرائيل؟ مسيرات فوق إسرائيل. أجهزة بسيطة بتكلفة منخفضة أعادت تعريف القوة والضعف في ساحة الحرب. أصبحت أسلحة الضعفاء ضد الأقوياء. لو لم تكن هناك مسيرات في هجوم 7 أكتوبر لما كانت الفصائل الفلسطينية قادرة على تحدي الجيش الإسرائيلي. لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نشهد هجوما مباغتا قادما من غزة بهذه الطريقة. موجة من الطائرات الانتحارية بدون طيار سيطرت على المشهد رغم وابل القنابل التي تم إسقاطها على قطاع غزة. وسيطرت القوات الجوية الإسرائيلية على السماء بأحدث المقاتلات والمسيرات في العالم، إلا أن الفصائل لا تزال تحتفظ بقدرتها على إطلاق الطائرات بدون طيار، سواء لأغراض استخباراتية أو للترويج لقدراتها. إذ صورت مسيرات الفصائل وهي تحلق على ارتفاعات عالية مقاتلين وهم يخرجون من أحد الأنفاق ويتوجهون نحو المواقع الإسرائيلية لقذفها بالصواريخ. وظهرت مقاطع فيديو لعناصر من الفصائل يضعون المسيرات على منصات الإطلاق وكيفية إصابة أهدافها بدقة بعد الإطلاق. تحدي كبير للقوات العسكرية في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل. ووفقا لتقارير نشرت في السنوات الأخيرة فإن هذا الانتشار ليس مجرد ظاهرة مؤقتة بل يزداد تسارعا. والمسيرات ليست فقط في أيدي فصائل غزة بل ظهرت في سماء لبنان وسوريا والعراق فضلا عن إيران. وقد أظهرت هجمات 7 أكتوبر الفاعلية الكبيرة للمسيرات رغم أن أغلبها محلية الصنع، وأن المقاتلين حتى يحدثوا فارقا في المعركة فإنهم ليسوا بحاجة إلى تكنولوجيا جوية بتكلفة باهظة مثل المسيرات الأمريكية من طراز روبر التي تبلغ تكلفتها 20 مليون دولار. مسيرات غزة. أبرز المسيرات التي تمتلكها غزة من طراز الزواري سميت بهذا الاسم تيمنا بالمهندس التونسي محمد الزواري الذي قدم خبرته في مجال الطيران إلى كتائب الفصائل الفلسطينية لتطوير برنامج الطائرات بدون طيار عبابي واحد. وفي ديسمبر 2016 تم اغتيال الزواري برصاص مجهولين أمام منزله في مدينة صفاقس التونسية. الفصائل وجهت أصابع الاتهام نحو الموساد لكن إسرائيل أنكرت. تمت رؤية المسيرات عام 2015 حيث أطلق سرب منها في سماء غزة خلال احتفال الفصائل بالذكرى السنوية 28 لتأسيسها. ومن تلك المسيرات كانت طائرات الزواري الاستطلاعية، وكان ظهورها القتالي لافتا في مايو 2021 خلال معركة سيف القدس. هذه الطائرات الانتحارية المحلية الصنع بدأت مهمتها الأولى كطائرات استطلاع تجري عمليات مراقبة واستطلاع أهداف ومواقع إسرائيلية، ولها القدرة على حمل مقذوفات متفجرة وضرب أهدافها بدقة. تم تصنيع 30 طائرة منها قبل اندلاع حرب الفرقان عام 2008، وشاركت في التمهيد الناري لدعم عمليات الفصائل الفلسطينية خلال معركة طوفان الأقصى ومساعدتها على التوغل في مستوطنات غلاف غزة. تعد المسيرات الهجومية التي تحمل صواريخ قتالية صغيرة إحدى الأسلحة الاستراتيجية ذات القدرات الكبيرة. يعود استخدام الفصائل لهذا النوع من المسيرات إلى عدة عوامل تجعلها خيارا مثاليا في الصراع. سهولة نشرها وتحركها، فوزنها الخفيف والقدرة على المناورة تجعلها قادرة على التنقل بسرعة ويسر. لا تحتاج إلى مدرج خاص بل يمكن إطلاقها من أي منطقة قريبة من القوات الإسرائيلية. تمتاز أيضا
بصغر حجمها والبصمة الحرارية المنخفضة ما يجعلها تقترب من الأهداف دون أن تكتشف. إطلاق هذه المسيرات بكميات كبيرة في الأجواء الإسرائيلية يثير تساؤلات حول فشل تل أبيب في اعتراضها رغم وجود القبة الحديدية. ووفقا لتقارير فلسطينية، تمتلك الفصائل الفلسطينية مسيرات أخرى بخلاف الزواري، منها أبابيل وشهاب الانتحاريتان. فقد شهد عام 2014 ميلاد طائرة أبابيل في إطار معركة العصف المأكول، عندما أطلقت الفصائل لأول مرة هذا النوع من المسيرات فوق مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية. تلك اللحظة أعطت الفصائل الفلسطينية قوة مضاعفة في مواجهة إسرائيل. تم تصميم تلك المسيرات بثلاثة نماذج مختلفة لتلبية مهام متنوعة. النموذج A1A ذو المهام الاستطلاعية، النموذج A1B المخصص للمهام الهجومية، النموذج A1C الذي يمتاز بمهام انتحارية. في مايو 2021 خلال معركة سيف القدس، كشفت الفصائل الفلسطينية عن طائرة شهاب الانتحارية المحلية الصنع التي استهدفت منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة، بالإضافة إلى تجمع للجنود في موقع كيسوفيم العسكري. أشارت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إلى ارتفاع ملحوظ في صناعة الفصائل للمسيرات في قطاع غزة، ما أثار تخوفات في أجهزة الأمن الإسرائيلية من إمكانية تطوير الفصائل لهذه المسيرات. على الجانب الآخر، فإن إسرائيل تعتبر أكبر مصدر للطائرات دون طيار في العالم بعد الولايات المتحدة. بدأت إسرائيل في استخدام المسيرات أثناء غزو لبنان في عام 1982، وبدأت تبيع هذه الطائرات إلى الولايات المتحدة وعدة جيوش من جيوش الدول الأعضاء في حلف الناتو. تعرف المسيرات الإسرائيلية بعلامتها الصفراء المميزة، وأصبحت مشهورة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وأثناء حرب غزة عام 2008. المسيرات أصبحت بالفعل واحدة من أهم الأسلحة على المستويين الاستراتيجي والعسكري في العديد من النزاعات، وذلك بفضل تكلفتها المنخفضة مقارنة بالأسلحة التقليدية. هذه الطائرات تمكن من يمتلكها من تحقيق تقدم عسكري وتكنولوجي على مستوى التكتيكات العسكرية، وقد شهدنا ذلك في العديد من الصراعات بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا. دخول الفصائل الفلسطينية إلى نادي تصنيع الطائرات المسيرة يمثل تحولاً جذرياً في موازين الصراع العربي الإسرائيلي، إذ تمكنت المسيرات من توفير إمكانيات متعددة لتلك الفصائل تتيح لها رصد الأهداف وجمع المعلومات الاستخباراتية والكشف عن مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي وأنشطته العسكرية. كما يمكن استخدام المسيرات لتحديد مدى الصواريخ والأهداف المحتملة وتحديد الأماكن الحساسة التي يمكن استهدافها. بفضل هذه الإمكانيات، استفادت الفصائل من المسيرات خلال الحرب الحالية باستهداف مستوطنات غلاف غزة وأهداف حساسة. ما أربك إسرائيل؟ وقد بذلت الفصائل جهودا مبكرة لتطوير برنامج محلي لصناعة الطائرات دون طيار منذ عام 2003، وبذلك أصبحت لديها مسيرات انتحارية قادرة على ضرب أهداف في عمق إسرائيل، ما يمنحها القدرة على تنفيذ هجمات دون تعريض مقاتليها للمخاطر.